تسمعني المرة الأخرى ما بتنيش هكا شفمها. أقعد ارتاح، قريب نكملو. دكتور أنا بتبيعتي مانيش مرتاحت لك، والله كنت سير حاجة لولدي مزريرق متاع المال اللي تجبت فيه لما نحاسبك، سمعتني ماهو؟ ما فماش علاش تتقلق مدام، أنا نعرف إيش قاعد نعمل. الحكاية بسيطة، باش ناخو عينة متاع دم نعمل بها تيست دين للبيبي. لحظة دقيقة، باش تعمل حاجة أخرى؟ ما تقلقش روح، كي جا شوف سير انترنت شوف. بيه ميسالش، اقعد وهات يدك. اكبس يدك، ما تخافش تنفس بالقدا. اي فوالا كمان. انت شعملت لي انتي مخزيتش دم. انتي تحب تولي من عائلة كرشاي؟ مسكينة والله.